اي وقف يا شيخ وقف وقف الا اح 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 الو الو شالني الو اي ابي دعم ابي دعم يا عيال. اوكي السلام عليكم يا شباب، معكم دوز ستروير وارجع لكم مود الشرطة. اوكي يعني صراحة ما قصرت معارف الدعم، بدينا نرجع القناة لما كانت عليه. ادعم المقطع هذا، ادعم المقطع اللي راح. قبل لا نبدأ المقطع اليوم جايبين شو اسمه معانا الفورد، ركبت باك جديد كامل جميع سيارات يعني النجدة زي ما يقولون، مطافي، اسعاف، كورنر، كل شيء كل شيء غيرت كل جميع السيارات المختصة بوظائفنا، لكن السيارات عادية ما غيرتها لأنه عادية ما تفرق. المهم قلت لكم اقترحوا لي ايش السيارة اللي ناخذها في الحلقة مو اللي راحت اللي قبلها، فأغلبكم عطاني اقتراحات منها اللاند كروزر، الفورد، قلتوا لي عطنا فورد لأنه من زمان ما أخذنا فورد، فقلت يلا ليش ما نجرب الفورد. هذه فورد الشرف، في نفسها للمدينة بس هذه الفورد حقت الشرف اللي هي المنطقة اللي حنا فيها حاليا. بناخذ بلاغات في المنطقة هذه، بنراقب الأوضاع بما أننا حنا مسؤولين كبار في قال لك في المنطقة هذه، فيعني بنراقب على أي أحد حتى بما فيهم الشرطة. يعني هذه مثلا الشرطية ليش ما هي قاعدة تشتغل؟ ها؟ ليش قاعدة على الجوال كذا؟ إيش فيه؟ قلت حياة؟ أي حرمة عيب ترى بتنفصلي بس إيه خرجت أهم شيء الخرشة. اغلبكم برضو قال لي انت يا اخوي شرطي يا اخوي ورا معك سي فور ومدري كيف يعني ورشاش وكذا، وين مزبنهم يعني؟ فجأة كي طلعت رشاش من جيبك ما ينفع يا اخوي لا. يا بناخذ الاشياء اللي هي مخصصة بس للشرطة. او نايس والله عجبتني التفاصيل اللي جوا. المهم ناخذ الاشياء اللي هي بس مخصصة للشرطة، زي مثلا الرشاش هذا العادي ما هو بيكي، ومسدس مع ستنجن، وعندنا طفاية حريق يعني اذا احتاجنا نطفي حريق، واكيد عندنا شوت جن. ف يا خلينا نبدا المقطع. اسلم اسمع صوت طلق. الو قولوا بالعيال ايش في ايش في يا الحبيب؟ واخر يا شيخ واخر. اسلم قولوا بالعيال قولوا بالعيال. هاي 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 وش في هنا وش في؟ خلنا بطلع بالشوت جن يا ابوي، لا ما نبغى احد يذبحنا. الو الو يا ولد يا التطليق. هاي 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 استسلم استسلم بوليس استسلم، نزل سلاحك، نزل السنايبر اللي بيدك الحين استسلم. الو كرش البلجن اللي يقول لك نزل سلاح بس ما عليه، نزل نزل سلاح او انزل انت على الارض. اعتقلنا ذا. اوه في واحد قاعد يفكر في اصبر اصبر يا شيخ، انت خلك على الارض خلك على الارض اجلس. خلنا بنطلب توصيله وانا بروح. عجبتني الجري. اسلام هاي 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 انزل 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 على الارض على الارض على الارض، نصيحه على الارض يلا. ايوه يا يا ورع وين راح وانتص ذا، تعال 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 بس بس انسدح على الارض على الارض. ايوه قال لك كذا مؤدب. وكيف نعتقله ذا؟ ايوه كويس عطى اي بس كذا تمام. و تك تك على الارض تك على الارض. خلنا شو اسمه نشوف في واحد ثالث هنا شكله داخل معاكم في الموضوع. اوكي اسلم هذول قاعد يا ولد يذابحون على كلب هنا، مدري ذيب مدري ايا كان، وش وش يحسون فيه؟ طيب شكلنا بنطلب كورنر. شو اسمه البتاع الجثه اللي فوق هذا الارنب مدري ايا كان ارنب اي ذيب فجاه تحول من كلب لارنب لما ادري ايش فيه. هذه ما هي بسيارتنا ولا لا؟ ما هي بسيارتنا يا اخوي، ازعجت امنا والله العظيم ازعاج. و اني بطفي سيارة شو اسمه بروح لسيارتي بشكل عام. هذا السلاح جمع جمع سلاح. ايوه و طف السيفتي. نروح نشوف ايش ال اسلم ابى اشوف الكورنر كيف راح يتصرف معاهم.
هذا بالمناسبة سيارة الكورنر الجديدة. ساعد الكورنر في انهم يكسرون السور. كورنر السور مفتوح، روح روح يا شيخ، روح يا اوه سبحان الله كفي بوابة هنا، سبحان الله. هذه ازعجت اهلنا ترى. انت كيف تطلع؟ اوه والله طلع، والله والله الرجال رايق والله. روح روح صور هذا اللي فوق. ها ازعجت امنا يا حرمة. لا لا ضيق، ايش كذا الحريم كلهم غشمة اللي هنا؟ لا لا ضيق. يلا فمان الله، ها صور زي الناس. اوكي جانا بلاغ، wanted felon يعني آدمي مطلوب. أسلم أسلم القطار هون بالعيال. يقول إنه فيش أوكي زبدة إنه في المنطقة ذي اللي أعطونا إياها. طيب فك ال ألو، ما أبغى فك الكمبيوتر، فك البتاع، فك ال الشيء ذا. الآدمي في المطار وسيارته جستر، خلينا نشوف ايش جستر هذه ونرجع لكم. اوكي جستر هذه سيارة ما ادري زي كهربائية كذا رياضية. فبنشوف اذا في احد، اوه شوف الطيارة اخوياتنا هناك حق الشرطة. اول بالعيول يا ولد شكله. وين راح؟ ها و يقول ما لقيناه. يقول كالر لايت بيربل، برايت بيربل يعني ايش اسمه، وردي فاتح اوكي او بنفسجي مو وردي. اوكي قول بالعيون ما في الا انت ترى، ما في الا انت. اوكي ايوه يبي يفقع ابو الشباب. الو السلام عليكم يا ولد سيارة ام سريعة. هلا بالعيال. نطلب باك اب ولا بدري تونا؟ اسلم اقول جيب جيب باك اب، جيب باك اب. والله يا ابوي الداعس ذا. كفو كفو بيحشرونه بيحشرونه. ستوب يور فيكل، بول يور فيكل. يا راعي الفورد يا راعي الفورد فشلتنا الله يهديك. بغى يقبعني بعد يا اخوي. وقف وانا وقف، هو مو وقف انا مو. الو سلام ايش في، ما انا قاعد اهرج كويس. الو السلام عليكم. ايوه ايوه والله حده محترم تبي الصراحه، بس خوينا فلت. وسلام يا اخوي ايش ذا الفورد ما يلف يا اخوي، وش ذا؟ دخل السجن ترى، يبي يروح السجن ذا. اوكي والله هو طص بمنطقه بس شكله وقف. اي والله شكله وقف، وقفوه. وسلام يطلق علي الكلب. هاي 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 استسلم استسلم استسلم. اوكي ما يبي يستسلم. طيب بس suspect is dead suspect down my friend is عمليات. كفو تم الجلد، خلنا نطفي. اسلم والله سيارتنا كان في وجهية، بس نطفي السيفتي. هلا بالتورس الجديد، هلا بكل السيارات الجديدة. و اوكي جثة الادم اختفت ما علينا. نطلب توترك للسيارة ذي والين تجي توترك، خلينا نفتشها على السريع. يا ولد والله والله لون السياره مزبوط بصراحه. اصبر لا تسحبها لا تسحبها لا تسحبها. اوكي فمان الله اسحبها. اسلم اوه يقول في هوت برسوت اوف ان امبلنس، هذه بالمناسبه توترك الجديده. فيقول لك وين 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 ال وين الهوت برسوت. اوه راوت 68 ورانا ورانا ورانا. ادعوس جار الدعس يا ابوي، بنلحق اسعاف. اسعاف هاجت مننا، واحد سارق اسعاف عرف، مو الاسعاف نفسه هاجج. ايوه طيب انا سيارتي ما هي قاعده تنساق زي الناس والصدمات، فلازم نصلحها على السريع. اوكي تم تصليح السياره بسرعه وتم تخريب السياره بسرعه برضو ما عليه. ايوه هاي 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 بول يور فيكل استسلم. اوه حرمه حرمه حرمه. هاي هاي حرمه. هاي هاي وقفي وقفي. ايوه دونت ميك مي يوز ات. يلا على الارض على الارض، ام نوت ايفن كيدنج على الارض. ايوه بس تم التربيط. والله العظيم فاشخ. لو 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 روح التورس روح التورس. لا بس بس تعال تعالي تعالي هنا تعالي. ايوه خليك على الارض، اقعد على الارض. بس انت قاعد في نص الشارع بس يلا ما علي، اذا متي انت بتموتين. المهم نطلب شو اسمه
توصيل وسناب. اي 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 يا ولد في اكشن صار. وله بالعيون وله بالجموس حقه الشرف او بالاف 150. ايوه كفو كفو حشره حشره. اح اي 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 فقع 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 فقع. اي وسناب واخر وله له. هذا شكله جاي بالعيد. بس اخوياي طيب ناويين تدعمونا شيء؟ وسلام وسلام سيارتي اجت. الو بتوقف ولا لا؟ ها؟ اه وقف. وراكم كنت تطاردونه وكسرتوا قزازه وحفله. دقيقه قبل لا نوقف احنا نطلب لنا فلني شو اسمه؟ فلني باك اب عشان انا ماني ضامن ذا يكون وراه بلا ولا شيء. خلينا نطفي صفاتي بس. هاي انزل من السيارة. احح يا اخوي خويك انا خويك. اوكي اوكي انزل. اويا اول اس بي دي على الارض على الارض بس. ايوه على الارض. ايوه كف 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 كف. مان هنا بدموية زي العيال هناك بغوا يشيلون راسها. كفو يا الزحمة كفو. اربع فوردات يا اخوي يلعن ام الرعب. اوكي انزل اقعد على الارض. يا ابوي وراها اعطتني النظره الخاله ذي. طيب ما عليه نطلب لها توصيله شكل ما تبي تقعد. و نفتشها. وراها مخروشه ذي الحرمه. والله يا ابوي شوف عيونها كيف. والله يا مخروشه. المهم هذا بيجي قشها. ما ندري ليش لكن لو اخويانا يطردوها فاكيد اخويانا معاهم حق. ف يلا يلا توكل يلا حرمه توكل يلا. نطلب تو تراك للبتاع ذا. اوكي وخلال نطلب للتو تراك نقول لهذه يلا توكل على الله شكرا. وانت كمان توكل على الله. اوكي وانت كمان الله يستر عليك بس يعطيكم العافيه. يلا فمان الله فمان الله. واخر واخر على جنب على جنب على جنب يا ولد. بس بس يعطيكم العافيه شكرا. مظبوط الوضع مظبوط الوضع يعطيكم العافيه. اوكي عندنا منين يمديني اروح؟ ليش ايش الحفله ذي؟ ليش خلاني اروح من جهه ثانيه؟ المهم يقول انه في عندنا مضاربه غير معروفه او في مشاكل غير معروفه. ايش المشاكل طيب؟ اوكي السلام عليكم. يقول كلم المتصل. هذا الادمي يدق علينا قال في شيء. السلام عليكم. هلا. يقول شكرا انك هنا يا اوفيسر. الواي فاي حقه وقف. كان يفكس ات ها؟ طيب طيب يا طويل العمر لانك كذا ظريف مره. يقول لك الواي فاي حقي وقف ها؟ طيب يا طويل العمر بيجيك شو اسمه؟ اول شيء بس خلينا نشوف الاي دي حقك يكون عندك شيء ولا شيء. ما قايل اسمك جيكوب كارتر ها؟ جيكوب كارتر. اصبر اصبر خلنا نطلب نسوي له بيتشك. يا جماعه الخير عمليات نبي ها شيء يكون على واحد اسمه جيكوب كارتر. ما عليه شيء كويس احمد ربك ها. بس مع ذلك بسبب قله الحياه حقتك هذه راح اعطيك سايتيشن اعطيك مخالفه تروح تدفعها بالقسم ها لانك ايش قله الحياه ذي. يقول لنا تعال صلح لي واي فاي. اسؤول عنك انا. يلا يلا نسوي له ديسمس يا طويل العمر. لازم يكون في وجهي. اوكي تعال بس توكل على الله توكل على الله. احنا فاضيين قله حياه قسم بالله العظيم. جاي شو اسمه يقول لنا صلحوا لي الواي فاي. والله خوشت عليه اخر مره جانا بلاغ زي كذا والله اعتقلناه. احنا المره هذه طيبين. اللي قال لك وش ذا كفر؟ والله خرجت كفر بنص الشارع بعدين انا جايبني السجن. الو هلا هليكوبتر ايش فيك ملصق في السجن؟ ها؟ تبي ينطلق عليك؟ ترى يخوشون عليك على طول ينطلق عليك. يلا يلا بنتمشى حنا. مطلوب بسم الله والله لو ما عندي بلاغ كان جيتك الحين يا ماني بقايل. مطلوب طيب دقيقة دقيقة خلنا نفصل على ذا. وسلام طلع 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 مسدس 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 ما يحتاج ما يحتاج.
اوه هي 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 اوي استسلم. اوكي هذا مات. الثاني هي 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 ايوه اجلد. خلاص خلاص هذا مات هذا مات. تودع ودع. يعطيكم العافيه. تبون شيء؟ تم دعم اخويانا ما عليه. والله فزعنا لهم فزعه محترمه. يلا يلا فمان الله يا الربع تمرونا شيء. احنا في واحد طالب مننا دعم. احنا واحد مره طالب مننا دعم سحبنا عليه عرفت؟ قمنا دعمنا اخويانا هذول. الو يا المستنج وش عند المستنج الموقف كذا؟ اخ يا اخوي وقف في نص الشارع ذا. الو دخل يمين دخل يمين يا شيخ. اوكي الفورد هذا رسميا ما يلف. ف يبينا ما نطارد بسرعه لانه بيخش في اقرب جدار اذا طاردنا بسرعه. اوكي اهلا. دقيقه يا شيخ بوقف سياره وراك. ها يبون دعم يبون دعم اخويانا. اوكي بس وقف السياره طلع الطاقيه وكذا الطاقيه تيزر. هلا هلا وش بك يا حرمه وش بك؟ يقول شكرا انك جيت بسرعه كذا بسرعه الله يعطيكم العافيه. يقول تعال تعال نبيك طب معنا. هلا ماركو ونيلي يقول تضاربوا مع بعض. حلو ماركو ونيلي ماركو لويس ونيلي مايرز. نيلي مايرز ها طالع من سترينجر ثينجز ها. كاري ران ذم فور وارنس ويل تشيك ذير ستوري. سم 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 دقيقه برجع سيارتي و نشيك عليهم. ف شو اسمه البتاع حقنا ذا الكمبيوتر. ماركو لويس ونيلي مايرز. ماركو اوكي لويس. طيب ماركو لويس ما عنده شيء ولا حد وقفه او ولا حد يعني ما حد طالبه لكن قد توقف خمس مرات. اوكي عمره 43 ما عليه. والثانيه اسمها نيلي مايرز. اوبس نيلي مايرز. خلينا نشوف عنده شيء ما عنده شيء. اند ما عنده شيء. ذي ار كلير ماي فريند كلير كلير والله كلير. دقيقه اصبر خلنا نطلع نقفل كمبيوترنا. اوكي خلنا نروح للحرمه نقول لها ابد كلير يا وومن كلير. اوكي شيكت عليهم. بوليس فيكل اركستم سو فور ذير ستوريز. يقول تطور الوضع ما علينا في قاعد يصير هناك. تطور الوضع وطب ضربها. اوكي وكان يهددها. دقيقه دسباتش انا اوكي كويس ما عليكم. يطمنون علي. بليز بوت يور هاندز. يلا يلا بوت يور هاندز بيهايند يور شو اسمه. يا كلبه يا كلبه هذا اعتداء على الشرطه. اوه على الارض على الارض. اوه سلام هذول الاثنين متعاونين مع بعض. الله يقلع ابليسهم. ولا يعني هذا اعتدى عليها وهذا دافعت عنه. يلعن ابليس. اوكي تعال واحد يعتقل لي هذه لانه ماني قادر اعتقلها بسبب السياره. طيب اوكي بريس اي. ايوه 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 الجلتش. السلام عليكم. مقصوده مقصوده ترى نبي نشوف داخليه السياره. يلعن ابليسها. اقعد اقعد على الارض بس يا الله العظيم. ايوه بسم الله. وش صار وش صار هنا؟ الو الباب كيف انفك؟ على الارض يا حرمه. دقيقه اصبر. هيا على الارض. ايوه وخلنا نفتشك على السريع كذا نشوف ايش عندك ايش ما عندك. وبس عند او عندها مسدس بس. وانت عندك شيء يا استاذ ماركو؟ طلعوا متعاونين الكلاب والله العظيم. قلنا هذا اوكي هذا عنده مسدس وما شاء الله هاند جن. ف يا تعال تعال خذوا هذا كمان خذوا هذه مع من هنا. ها ايوه طلب له توصيله ما ادري ايش صار لها تو صارت دجاجه. اوكي ما قد جانا بلاغ زي كذا من زمان اللي هو مطلوب توصيل سجين. يلا روح نساعدهم نوصل لهم السجين. تعرفون احنا دائما نطلب اللي هو توصيل سجين وكذا قول بالعيول. المهم فالمره هذه العكس هم اللي طلبونا. فا اي وقف يا الله وقف في نص الشارع ذا. شكرا يعطيك العافيه عدمت لي الوجهيه. وين السجين المطلوب توصيله؟ اوكي سلام سلام سلام. السلام عليكم مدير. انا جيت. هلا
تبي نوصل سجين موجودين. اوكي عندها شو اسمه بنش ورنت. سم يلا يلا تعال معي يا استاذ مدير كبير. تعال اركب ورا. اوكي لا تركب قدام. نصيحة لا تركب قدام. ايه كويس اركب ورا. هيا يلا بنفلح نروح. شو اسمه اقرب سجن عادة. وين اقرب سجن يمدينا نروح السجن ذا؟ خليه نروح للسجن. السجن عرفت نرميه في السجن الصدق. ف يلا قريب معلق. يلا يا جماعة الخير فقولي الباب. الو وين الباب حقكم ذا؟ الو هلا وصلنا. فك الباب يا شيخ فك الباب. اوي فك اخيرا شكرا بعد سنة تفك الباب. يبين نزله بنزله هنا يا شيخ. استلم السجين. تصرف معه انت عاد. ايش اسمه تيك. لا خل نزله هم يتصرفون معه. يلا اهبد الرجال. ايوه كفو شوي. وش ذا اللي على البوابه ساهر ولا ايش حاطين ساهر عند البوابه؟ العظيم حتى ساهر موجودين في اللعبة. يعطيكم العافية. كود فور يا جماعة الخير. كود فور خلصنا. وله في كارك وفي كل ثفت. وين 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 كيف نروح لذا؟ ألوسا باشك برحة يا أخوي ماني بجايب فورد على الفاضي. كارك وفي كل ثفت أسلام يعني شاحنة ولا شيء زي كذا. المهم إنها شايلة أغراض. أيوه جايب وجهنا ذا. ايه يا الحبيب يا الحبيب لا تصدمنا. لا تصدمنا. اوكي شكله ناوي شر ذا. ف يا حبيبنا بتوقف ولا لا؟ اوح مع هذا شركة بريد. بوست اوب ستاب يور فيكل. ايوه والله سب محترم. انا طلبنا دعم يا اخوي لانه هذه ما اقدر اوقفها لحالي. ايوه يلعب لي صدم حق شو اسمه حق الخضار. الو يا ولد حق الخضار هذا مضبوط ترى دائما اروح الجمعه اشتري منه. اي وقف يا شيخ وقف الا اح 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 اح. الو شالني. الو اي ابي دعم يا عيال. الو شالني ذا. اوكي شكرا اخوياي يعطيكم العافيه. كفو سد عليه لا يحرك هذا. خله بانه صارق بتاع هذا اخذ حق الخضار حقي. الو انزل. اوه ارمي على الارض. اوكي يطلق باقي فيه حيل. الكلب يطلق. ايوه هاي في احد ثاني الناحيه الثانيه. هاي ضرب الشرطي وفقع. في احد ثاني هنا؟ لا ما في احد ثاني. هيا سريع يا واد جيبوه ذا. والله قريحة طلق على الشرطي وفقع. بطلع له تيزر ممكن انه يبغى يستسلم ولا شيء. يا الحبيب تعال. لا حد يطلق. في بنزين حولنا ما لا داعي نودع الملاعب هنا. خلني بطلع منظور اول. هيا استسلم اخر فرصة على الارض. ايوه بس اعتقله بالضبط. يعطيكم العافية. يلا اسدح ذا بالارض. ايوه مسدح على الارض. خليك على الارض. ايوه نطلب له توصيله. بيجونك العمليات يتصرفون معك. وش صار في شيء ثاني صار؟ ما اتوقع في شيء صار بس خلينا نشوف اللي طلقنا عليه هذا وش صار عليه واخوياه وش صار عليهم والشارع وش صار عليه. يا زحمه سوينا في الشارع. اوف الو يا الزحمه اللي صارت هنا مو طبيعيه. هلا اخوياي تبرون شيء؟ وقفناه كويس صح؟ المهم في جثه هناك راح نتفاهم معاها. اوكي نجيب لها كورنر. كورنرنا الجديد صاير اسطوري ترى بالمناسبه. شوفون كيف مع سفاتي وحركات وسيارتي انا. انا بروح اطفي السيفتي حقي. انا اتوقع هو الوحيد الباقي شغال. خلنا نخش السياره بما انه ما يبي يطفي السيفتي. ايوه يا ولد الولد ذا مشبوه بوضعه. شوف كيف نفك له النور العالي. اي يا الحبيب مشبوه بوضعك انت. بطلع له تيزر بس ما بطلق عليه ولا شيء بس بشيك عليه.
السلام عليكم. وي هي هي ابي دقيقه حلو ما ادري ليش فكيت له الباب. المهم جيب اي دي يا شيخ، جيب اي دي ابي اتفاهم معك. والله اسمه اليكس ماكارينو. خلينا ندق على عمليات نقول له عنده اليكس ماكارينو، ممكن تعطونا معلومات عنه؟ قولها كل شيء تمام. يا اليكس سكران انت شيء ولا خلينا نسوي له وخر شيل هذه. اوكي شكرا. هذا تنفس. اوكي ما عنده شيء. نسوي له ممكن شارب مخدر، ما عنده مثلا، ما هو بشارب حشيش لكن شارب مخدر. الرجال نظيف ما عنده اي شيء. اليكس انت شكلك يعني مثير للريبه، فبعطيك انذار و الله يستر عليك. بعطيك ايش اسمه، اوبس بالغلط، بعطيك اقول لك توكل على الله ويلا بنمشي من هنا. ظلمنا الرجال، شكينا في وضعه لكن يعني ما را شيء الرجال. لم اسلم. مش قاعد الو يا ولد طارد من انت؟ هاي هاي اسلم يا الدفع المعنويه، يعطيك ام العافيه يا شيخ، عدمت لنا ام صدام بس صراحه دفعة معنوية محترمة صراحة يا رجل. كان في صدق، كان في خلفية فورد وعد هو فورد نقول يمون. اوي اي اي سيارتي لتري ضاغط اقصى اليسار ما تبترف لي نص ساعة عارف يا الحبيب. اسلام هذا شو وضع يا عيال؟ وقفوا خلنا نوقفه. وقف يا شيخ اسلام. اوه وش البريك المفاجئ؟ اقول هاي تطلق علينا انت ها؟ خلنا نسوق. او سلام هاي سلام ابليسه، اطلق عليه. اوكي بتقدم هاي خالك ما انسدح. ايوه اوه قاعد عشق كفر مي بس كفو تم الجلد. جيب كورنر يا صاحبي. خلاص مات والله مات، اقسم بالله مات الادمي خلاص. بس ونطلب تو ترك للسياره ذي بس. اسلم والله يا انا تشقلبت يا ولد. اوكي وخر يا شيخ وخر. الحين انتم حشرتوا سيارتي حشره محترمه ترى. شكرا يا راعي تو ترك انك شلت لي السياره قدامي، وسيارتي يبي لها تصليح لانه انعدمت من خوينا الله يعطيه العافيه. يقول مطارده لواحد ايش اسمه حق راليات مش معروف عالميا. وسلم طب معروف عالميا وراكم طاردونه. انا نمسك اليد دام انه الهرجه فيها مطارده. شغل سفاتي ذي. اوكي يوت كم واحد معانا في البرسوت؟ اوكي اسلم هذول نزلوا. اوه والله هذول وراه انسدح. اسلم يا ابوي شوف كيف سيارته. هاي ستوب يور فيكل. اقول هذا يبي له تدخل من السوات يا ابوي، هذا ما اقدر اسوي له شيء. وغن نطلب هليكوبتر يا ولد ينعل بلي سيارته. اوكي والله يا سيارته محترمه. خلينا نطلب سيارات كثيره بكب. اوكي الو السلام عليكم. فك ايوه بس وقف. يلعبني سي عيال ما بنقدر نوقف هذا. ايوه بس تو اقول ما بنقدر نوقف عرفت. انزل من السياره. انزل دونت ميك مي شوت يو. يلا على الارض. ايوه بس على الارض يا حلو. والله كويس انه غشيم وقبع في ام العمود، ولا ما كنا نقدر نوقفه. تخيل نوقف هذه بسياراتنا الفورد، تخيل. هي بس وقف على الارض. خلنا نطلب له توصيله ونفتشه لين توصل التوصيله. والله شكلك مره ما هو بعالمي عرفت. كويس اعتقلناه. خلنا نقفل السفاتي حقتي. ايوه نطلب تو ترك للبتاع ذا. يا الحبيب تو ترك. اسلم فجأة اختفت السيارة ما علينا.
فجأة اختفت السيارة، اعتبروا انه توترك جاء اخذها، وانا ما ادري ايش طقت الهواء فجأة كذا خوشت لانه اختفت السيارة. ليش تختفي السيارة؟ بس خلاص شوف انهينا البلاغ بنجاح. واحد قاعد شو اسمه يسرقون محل هنا. او سلام قلب العيون يا ولد، محل شكله معروف شو اسمه سوبر ماركت ولا شيء. اوكي اخويانا هذول ما ادري ايش قاعد يصير معاهم هنا. اوكي سياره ما تلف يا عيال، سياره ما تلف. قلت بخش يسار احسن ما اخش في العمود، عرفت؟ فيلا يلا نروح للبلاغ اللي عندنا هنا واخرو. وي وسلام قاعدين يفقعون. الو وين وين قاعد طالع في الماب انا بس ما وسلام الادمي فاقع كعابي. ها يا شيخ واحد، انا قلت بيفقع بسياره الحين. وخر وخر. اوه اهم شيء النقزه الاسطوريه اللي تو. هي هي على الارض استسلم، ما انصح تقوم، ما انصحك ما انصحك. ايوه ما انصحك، على الارض على الارض. ايوه بس خلك حبيب كذا انها تقلى. اوه اف بي اي، اف بي اي القفطه، كفو يا رجال اف بي اي. اوكي تعال. ايوه نسدها على الارض. خلنا نفتشك نشوف سرقت اغراض ولا شيء ولا ما شيء. ها معك سكينه شيء تعن اوكي، معاه بطاقه مزيفه ومعاه سكينه. طيب نطلب له توصيله الادمي و انا بروح للمحل شوف ايش عندهم في المحل، نقول له ايش سرق منك ايش ما سرق منك. ف وين المحل حقنا؟ كفو كفو يا راعي التوصيل كفو. نروح للمحل هذا، هو المحل ذا. وش ذا المحل؟ وش يبيع؟ انت وش تبيع يا شيخ؟ اوه بقاله عاديه. اوكي السلام عليكم يا شيخ. قفطنا الادمي حقك. سرق شويه اغراض. وش الاغراض طيب، تعرف ولا ما تعرف؟ يقول اح سعرها 123 دولار الاغراض. يقول ضرب الشرطي حقنا او السكيورتي حقنا. ما عليك ازال يا رجال، اعتقلنا ابوه. بس خلاص الرجال يقول اعتقلناه خلاص. فيعطيه العافيه خوينا اللي شال الادمي ذا راعي الاف 150. يقول لك خلاص انهينا البلاغ يا طويل العمر. و يا عمليات وحدة ون كينج تن، انهينا العمليات، انهينا البلاغ. وش انهينا عمليات؟ اوف انهينا على العمليات، عرفت؟ المهم يعطيكم العافية، شكركم على المشاهدة، اتمنى فورد الشريف هذه عجبتكم. شكركم على المشاهدة، لا تنسون تحطون اللايك، تفرجوا المقاطع اللي راحت. إذا ما تفرجت المقاطع اللي راحت لا تفوتك، كان فيها أشياء أسطورية. غير كذا اكتبوا لي اقتراحاتكم ايش تبون الحلقة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.